بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: زيادة الإيمان ونقصانه. وقوله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قول المؤلف رحمه الله تعالى: زيادة الإيمان ونقصانه. زيادة الإيمان ونقصانه. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قابل للزيادة وقابل للنقصان، فمن اجتهد في الطاعات زاد إيمانه، ومن وقع في المعصية نقص إيمانه. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. زيادة الإيمان ونقصانه. عند المرجئة الإيمان عندهم سواء، والتصديق وتصديق كل واحد مثل الآخر، وليس كذلك، لأنهم يقولون إذا حصل التصديق خلاص انتهى فهو مؤمن، وإذا لم يحصل التصديق فليس بمؤمن كامل الإيمان. والصواب أن التصديق أنواع ودرجات يختلف باختلاف الأشخاص، فتصديق أبي بكر رضي الله عنه يختلف عن تصديق غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وتصديق الصحابة يختلف عن من بعدهم، وتصديق المؤمن القوي المؤمن التقي يختلف عن تصديق الفاسق الذي يقع في المعصية. فقد يقع العبد في المعصية فيضعف إيمانه ويقل، والآيات ستأتينا في هذا كثير. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإيمان التقي العابد لله يختلف عن إيمان غيره من الناس. وكما جاء تصديق أبي بكر رضي الله عنه لما قيل له: ما تقول في صاحبك؟ إنه يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، وعاد إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلته، كان هذا ممكن؟ أيصدق في هذا؟ فقال رضي الله عنه قولته المشهورة: إن كان قال ذلك فقد صدق. لا أشك في هذا، لأني لا أشك في صدقي في كل ما يقوله لي ولكم، فهو صادق في كل ما يقول، وإن كان لم يقل ذلك فالله أعلم. فسمي من يومها بالصديق رضي الله عنه، كلما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما هو ممكن أو غير ممكن فهو صادق صلى الله عليه وسلم. فمسافة بيت المقدس يذهب إليها المرء ويرجع في شهر،
ثلاثون يوما، وعليه الصلاة والسلام قضاها في ليلة مع الصعود إلى السماوات مع مخاطبة الله جل وعلا ومخاطبة الله لعبده في فرضية الصلوات الخمس. فهو عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا صدق، ولا يؤمن المرء إيمانا كاملا حتى يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول. والإيمان واحد، هذا عند مرجئة الفقهاء رحمة الله عليهم، ولعل الطحاوي رضي الله عنه ورحمه يعتقد ذلك، وهو خلاف الصواب. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، يعني كلما كان المرء أخشى لله فهو مفضل على من دون ذلك، وهذا هو نتيجة زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. الإيمان واحد هو التصديق بالقلب، ومعناه أنه لا يزيد ولا ينقص. ومسألة الزيادة والنقصان هي من فروع الخلاف بين أهل السنة والمرجئة. فمرجئة الفقهاء أخف من غيرهم. والإرجاء سمي إرجاء لكونهم يؤخرون العمل عن المسمى الإيمان، ما يدخلون العمل في مسمى الإيمان. والحقيقة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول واعتقاد وعمل. القول كقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وغير ذلك من الأقوال الصالحة الحسنة. والعمل كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والتصديق القلب، تصديق القلب إيمانه قول وعمل وتصديق يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عند فقهاء المرجئة رحمة الله عليهم يقولون الإيمان قول وتصديق فقط، ويخرجون العمل من مسمى الإيمان. نعم. فمرجئة الفقهاء عندهم أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، وعند أهل السنة أنه يزيد وينقص، فالتصديق نفسه يزيد وينقص. التصديق يزيد وينقص، التصديق والإيمان يزيد وينقص. مثلا إذا قال لك أحد الأتقياء خبر صدقه على طول، وإذا كان فاسق ترددت في تصديقه، قد تصدقه وقد لا تصدقه. فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. فالتصديق نفسه يزيد وينقص، يقوى ويضعف، وهذا أمر معقول. فليس الخبر كالمعاينة. لما قال الله جل وعلا لموسى عليه السلام إنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، صدق بهذا لا شك، لكنه ما يختلف عن لما عاد إليهم وجدهم يعكفون على العجل ويحنون إليه ويستغفرونه ويسألونه. العجل ألقى الألواح فتكسر بعضها كما قيل من شدة غضبه وتأثره لما رأى هذا المنظر الفظيع، منظر فظيع، يحنون إلى العجل ويعبدونه، ما صبر على هذا حتى ألقى الألواح. والله قد أخبره أنه قد فتنهم، لكن تصديقه لخبر الله جل وعلا
مع أنه مصدق لا يشك في هذا، لكنه يختلف عن معاينة قومه يحنون ويصيحون إلى العجل ويسألونه. وليس ما يستفاد بالخبر المتواتر كالمستفاد بخبر الآحاد من حيث قوة العلم واليقين. فهل وجوب الصلوات الخمس كوجوب الوتر عند من يقول به، أو كوجوب بعض واجبات الصلاة؟ فالتصديق نفسه والعلم نفسه يتفاوت قوة وضعفا. هذا مثال، لأن الصديق والإيمان يقل ويزيد وينقص. فمثلا قول بعضهم إن الوتر واجب، هل هو عندهم مثل وجوب الصلاة؟ لا يقول هذا عاقل. فكذلك الإيمان يزيد وينقص. مثلا قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا واجب، هل هو كوجوب الصلاة من حيث هي؟ لا، يختلف عن ذلك، هذا يختلف عن هذا، وهكذا. وكذلك أعمال القلوب، الحب والبغض والخوف والرجاء والتوكل، هذه الأعمال القلبية تتفاوت قوة وضعفا. كذلك هذه الصفات القلبية، صفات العمل، صفات القلوب، الخشية والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا، يختلف من شخص لشخص. شخص عنده إقبال على الله جل وعلا، وشخص عنده إقبال لكنه نص نص، مو كامل، وهكذا. فهناك بغض شديد وحب شديد. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. الآية. وقال النبي أن المحبة لهذه الأشياء تتفاوت. من الناس من يؤثرها على طاعة الله، ومن الناس من يجعلها مساوية عنده لطاعة الله، ومن الناس من يجعلها عنده أقل منزلة من طاعة الله تبارك وتعالى. فالطاعة تتفاوت والمحبة تتفاوت. كذلك مثلا أولادك يتفاوتون عندك بالمحبة، واحد تحبه حبا شديدا، واحد تحبه أقل من ذلك، واحد أقل منهما، وهكذا. فالمحبة تختلف، ليست على حد سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهو أمر محسوس لا يستطيع المنصف العاقل أن ينكره أو يتجاهله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، ما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحبني، قال حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالحب في الله يختلف، وحب الله جل وعلا يختلف عن غيره. أما أعمال الجوارح فالزيادة فيها والنقص ظاهر للعيان، والآيات الدالة على الزيادة كثيرة، كقوله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا.
وقال زادهم إيمانا، يعني زاد إيمانهم بأنهم لا يخشون إلا الله ولا يخافون إلا من الله ولا يطيعون أحدا في معصية الله بل طاعتهم لله، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ذلك أنهم لما ذهبت قريش عادت إلى مكة من موقعة أحد خشوا أن يرجعوا إليهم، فجاءهم مرجفون وقالوا إنهم سيرجعون إليكم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وزاد إيمانهم بالله تبارك وتعالى. فالإيمان يزيد وينقص، وإيمان هذا يختلف عن إيمان هذا، هذا ثابت الإيمان بزيادته ونقص، والآخر ناقص إيمانه. وقال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني كان الرجل يؤمن بالله ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قريت عليهم الآيات الدالة على الإيمان زاد إيمانهم وتصديقهم، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هم مؤمنون رضي الله عنهم لكنهم زاد إيمانهم بهذا التكليف وهذا الأمر وهذا الإحراج، زاد إيمانهم بالله. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني أن المؤمن يزيد إيمانه كلما رأى الأدلة الواضحة الجلية الصادقة زاد إيمانه. فقال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، زاد إيمانهم بما حصل لهم من التكليف والتعب والجهاد في سبيل الله، وهم يستبشرون يفرحون بهذا. وقوله وأهله في أصله سواء، وقول أصله وأهله في أصله سواء، أهل الإيمان في أصل الإيمان سواء، هذا قول من؟ قول الطحاوي رحمه الله، وهو إمام عدل لكنه في هذا الإرجاء أخذ بقول مرجئة الفقهاء رحمهم الله، وإلا فهو فقيه عالم جليل له حق علينا الدعاء والترحم عليه والترضي عنه، لكنه كل يؤخذ من قوله ويترك، فهو رحمه الله أخذ بقول مرجئة الفقهاء بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولذا قال وأهله أهل الإيمان في أصل الإيمان سواء، يعني كلهم يعتبرون مؤمنين، من آمن فهو مؤمن كامل الإيمان، ومن لم يؤمن فهذا شيء آخر، لكن من آمن فأصله الإيمان عنده مثل إيمان الصحابة رضي الله عنهم، وإنما التفاوت بينهم بخشية الله والخوف من الله جل وعلا، قد قوله يحمل هذا بعض العلماء رحمهم الله، يقول الخلاف معهم خلاف لفظي، لفظي يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكن الذي يزيد وينقص خشية الله والتوكل عليه والخوف من الله جل وعلا والرجاء وغير ذلك، هذا ما يختلف عن قول أهل السنة والجماعة إن الإيمان يزيد وينقص. قوله وأهله، وقوله وأهله في أصله سواء،
إذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا بد أن يكون أهله فيه سواء لأنه شيء واحد، لكن المؤلف أتى بتعبير فيه لكن المؤلف رحمه الله أتى بتعبير فيه عندي عدم وضوح، وهو قوله وأهله في أصله، ولم يقل وأهله فيه. قال وأهله في أصله سواء، يعني أصل الإيمان سواء، مساوين في أصل الإيمان، ولم يقل فيه وأهله فيه، أهله في الإيمان سواء، يعني يقولن الأصل الإيمان، أصل الإيمان، أصل الإيمان التصديق عند أهله سواء، كلهم مساوون في ذلك. ويقول المشارع رحمة الله عليه ووفقه، يقول هذا في غموض، كأنه جعل الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو عند الناس سواء، فيقول بعضهم إيمان المؤمن وإيمان الفاسق سواء، إيمان الفاسق مثل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا ضلال وخطأ. والمناسب على مذهبه أن يقول وأهله فيه سواء، لأن هذا مقتضى كون الإيمان واحدا أن يكون الناس فيه سواء. ولا أدري ماذا يريد بقوله في أصله، إن أراد أن المؤمنين كلهم عندهم إيمان فهم مشتركون في الأصل وبينهم قدر مشترك، فهذا لا يصح أن يقال إنهم فيه سواء، لأن وجود قدر مشترك لا يصح معه أن يقال إنهم فيه سواء. وحقيقة القول عند المرجئة أن أهله فيه سواء، لكن الطحاوي رحمه الله كأنه تحاشى أن يقول وأهله فيه سواء، فقال وأهله في أصله سواء. فأهله ليسوا سواء، متفاوتون، وإنما يصدق على المؤمن أنه مؤمن سواء كان إيمانه قوي أو إيمانه ضعيف. فمثلا الناس مبصرون، يقول أنتم كلكم مبصرون، أنتم مبصرون، فأنتم في أصل البصر سواء والحمد لله، لكن منكم من يرى الهلال أول ليلة، ومنكم من يرى الهلال ثاني ليلة، ومنهم ما يراه ما لا يرى من لا يراه إلا ثالث أو رابع، فهل يقال إنكم في الإبصار سواء؟ لا، البصر يختلف، القدرة، المشي، كل هذه الصفات الأصل فيها أن الناس فيها سواء، لكن يتفاوتون في الإدراك والقوة والنظر وغير ذلك. والمناسب على مذهبه أن يقول وأهله فيه سواء، لأن هذا مقتضى كون الإيمان واحدا أن يكون الناس فيه سواء. ولا أدري ماذا يريد بقوله في أصله، إن أراد أن المؤمنين كلهم عندهم إيمان فهم مشتركون في الأصل وبينهم قدر مشترك، فهذا لا يصح أن يقال إنهم فيه سواء، لأن وجود قدر مشترك لا يصح معه أن يقال إنهم فيه سواء. وحقيقة أن نقول إن عندنا كلهم يبصرون، كلهم سواء في الإبصار، هم كلهم مبصرون، ما فيهم أعمى والحمد لله، لكنهم من حيث الإبصار يتفاوتون، كلهم يمشون على أرجلهم لكنهم متفاوتون، كلهم يسمعون لكن سمعهم يختلف، وهكذا. ولا يصح معه أن يقال إنهم فيه سواء. وحقيقة القول عند المرجئة أن أهله فيه سواء، لكن الطحاوي رحمه الله كأنه يتحاشى أن يقول
وأهله فيه سواء، فقال: وأهله في أصله سواء. ويؤكد هذا أنه قال: والتفاضل بينهم في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ولم يقل يتفاضلون في الإيمان، فعنده أن أعمال القلوب فيها زيادة ونقص، لكن الخشية ومخالفة الهوى وملازمة الأولى والتقوى هل هي من الإيمان عند هؤلاء المرجئة؟ لا، ليست من مسمى الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب وإقرار اللسان. فعندهم أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها ليست من الإيمان، فالتفاضل في أعمال القلوب والجوارح هي ثمرة وأثر ذلك الإيمان وليست منه. وعلى قولهم يكون إيمان أفسق الناس الذي معه الإيمان، وإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سواء. يعني عندهم عند بعض المرجئة فوقها يقولون التصديق واحد والإيمان واحد، وكل واحد مؤمن لا يخلو، إما أن يكون مؤمن أو كافر، فإن كان مؤمن فإيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وليس كذلك، بل الإيمان موجود لكنه متفاوت يزيد وينقص، وكلما اتقى المسلم ربه زاد إيمانه، وكلما وقع في المعصية نقص إيمانه، وهكذا. وقوله: وسيأتي البقية إن شاء الله في الأسبوع القادم. يقول السائل: هل مرجئة الفقهاء هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية؟ مرجئة الفقهاء متفاوتون في الإرجاء، منهم من يقول ذلك ومنهم من لا يقوله، فهم متفاوتون في الإرجاء ومتفاوتون في الاعتقاد هذا. منهم من يقول لا يضر مع الإيمان معصية، إذا وجد الإيمان أصل الإيمان فلا يضر معه معصية وإن كثرت. وبعضهم يقولون لا، يختلفون مع بعض في ذلك الأمر، ولا يقال عن طائفة إنهم كلهم يقولون ذلك. يقول السائل: قول المعتزلة المؤمن منزلة بين منزلتين، لا يؤلى مؤمن ولا كافر، ما معنى هذا الكلام؟ هؤلاء المعتزلة على خلاف المرجئة، على خلافهم بالضبط. يعني المعتزلة يقولون الكفر والفسق والمعصية تضر العبد وتخرجه من مسمى الإيمان ولا يصح أن يسمى مؤمن، لكن نقول لهم: هل تعتبرونه كافر إذا وقع في الزنا؟ قالوا: لا. نقول: وبالمنزلة بين المنزلتين، إن تاب وأناب إلى الله تاب الله عليه، وإن لم يتب فهو كافر ومخلد في النار. فهم على طرفي نقيض مع المرجئة. المرجئة يقول لا يتضر المعصية العبد أبدا، والمعتزلة يقولون العبد إذا ما دام عاصي وفاسق فهو كافر، فهو خارج عن مسمى الإيمان، ما يصح أن نقول له مؤمن، وإنما نقول هو بمنزلة بين منزلتين. ما هما المنزلتان؟ الكفر والإيمان. لا يصح أن نقول له مؤمن ولا نقول له كافر، وإنما نقول بينهما. إذا مات على هذه المعصية فهو كافر خالد مخلد في النار والعياذ بالله.
يقول السائل: سمعت بعض الدعاة يقول أبو حنيفة ليس إمام أهل السنة لأنه يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ما زيادة في وصف أبي حنيفة رحمه الله؟ فالإمام أبو حنيفة رحمه الله إمام تقي وصالح، ولا يجوز لنا أن نتحجم عليه ولا على أحد من الأئمة، لكن لا يجوز لنا أن نأخذ بكل أقواله، وكل يؤخذ من قوله ويترك. يقول السائل: ما حكم حلق شعر الصدر؟ حلق شعر الصدر لا بأس بذلك إذا زاد. يقول السائل: دخلت مكة في رمضان واعتمرت، ثم ذهبت إلى جدة في آخر رمضان، ثم دخلت مكة في أول ذو القعدة وأريد الحج، فهل علي هدي؟ ومن أين أحرم، علما بأنني أقمت في مكة؟ تحرم من مكة إن شاء الله، وليس عليك شيء، لأن عمرتك في رمضان فلم تتمتع بالعمرة إلى الحج، وإنما اعتمرت قبل أشهر الحج ولم تعتمر في أشهر الحج، وسفرك إلى جدة لا يعتبر بعدا عن مكة، فهي كما يقال بمثابة مكان البر، مكان الخيل الإبل التي ترعى فيها. يقول السائل: إذا أقمت للثالثة حق قيام الليل وشرعت في القراءة، هل أعود للجلوس إذا ذكرت، أو أتم أربع وأسجد للسهو، وإذا لم أذكر ماذا أفعل؟ عليك أن تجلس إذا قمت للثالثة في صلاة الليل، إلا أن قصدت بها الوتر، قصدت الوتر بالثلاث أو بالخمس أو بالسبع أو بالتسع فيجوز لك ذلك، وأما إذا قصدت أن تأتي بركعة ثالثة ثم تأتي بعدها بالرابعة وتسلم، فكان الأولى بك أن تسلم من ركعتين فقط ولا تقوم للثالثة، فإذا كرت وأنت بالثالثة فعليك أن ترجع، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. يقول السائل: ورد في الحديث النبوي بأن الصلاة الفريضة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ولكن أفادني أحد طلاب العلم بأن الركعة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فهل كلامه صحيح؟ يقول بأن الركعة والصلاة كلها، الصلاة سواء كانت ركعة أو ثلاثة أو خمسة أو سبع، ما دامت صلاة معتبرة شرعية فهي بمئة ألف صلاة من جنسها في غير مكة. يقول السائل: لو وضع إيمان أبو بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبو بكر، أليس ذلك دليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ واجد الأدلة، ما هو هذا وحده، كثير الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا منها. يقول السائل: ما حكم مرجئة الفقهاء؟ أمرهم إلى الله جل وعلا. يقول السائل: يقول الذي يلحن في الفاتحة وهو مأموم، هل يجزئ عنه الإمام في قراءة الفاتحة؟ اللحن في الفاتحة لا يخلو إن كان من الإمام أو من المنفرد وحده، فهو إذا أحال المعنى يبطل الصلاة، وإذا لم يحن المعنى فالصلاة صحيحة. أما المأموم فلا أثر له في الإحالة من عدمها،
المأموم تابع لإمامه ويتحمل الإمام منه الخطأ. فمثلا إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراطي، هذا لحن لا يحيل المعنى. وإذا قال أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، قال أنعمت عليهم، هذا لحن يحيل المعنى فيبطل الصلاة من الإمام والمنفرد. وأما المأموم فالإمام يتحمل عنه خطأه. يقول السائل: ما الدليل على نقصان الإيمان؟ وهل نقصان الإيمان عملي أم علمي أم هما معا؟ نقصان الإيمان، الدليل على نقصان الإيمان هو الدليل على زيادته، وكل شيء يزيد فإنه ينقص، يزيد وينقص، ما يكون هذا يزيد ولا ينقص أبدا، وإنما يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول السائل: ما حكم من رفع إمامه من السجود قبل أن يسجد فاستدرك فسجد ثم رفع؟ لا بأس عليه، صلاته صحيحة، حتى ولو سبقه الإمام في السجود فلا يضيره ذلك. يقول السائل: هل صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم تكون بعد قراءة سورة بعد قراءة السور؟ وإن كان كذلك فهل تكون القراءة سورة معينة أو سورة معينة أم لا يشترط؟ إذا قرأ إحدى السور المعينات كان يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، والركعة الثانية قل هو الله أحد، فهذا حسن. وإن قرأ بأي سورة جاز له ذلك. يقول السائل: ما حكم من دخل المسجد والإمام راكع وكبرت وركعت عند الباب، وبعد الرفع من الركوع مشيت حتى وصلت الصف وأتممت معهم؟ لا ينبغي هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي صف قبل أن يصل إلى كبر قبل أن يصل إلى الصف زادك الله حرصا ولا تعود. ما ينبغي أن يعود لمثل هذا الفعل. يقول السائل: ماذا علي؟ صليت بالناس وقبل التشهد الأخير قمت، ولكن لم أستتم قائما، فرجعت فتشهدت فسلمت، فهل أسجد لهذا النهوض؟ نعم، يرى كثير من العلماء أن عليك سجود السهو، لأنك تحركت وارتفعت قدماك ورجلي وإليتك عن الأرض، فأنت فعلت فعلا يخالف ما يجوز في الصلاة، فإذا فعلته فعليك أن تسجد للسهو إن ذكرت ذلك، وإلا فلا بأس عليك. يقول السائل: هل يجوز أخذ كاسات الحرم إلى الفندق، مثل كاسة أو كاستين؟ إذا كان شيئا بسيطا فلعله ولا بأس، وإذا كان كثيرا فلا يجوز مثل هذا. يقول السائل: هل يجوز تأخير الطواف والسعي في الحج بدون عذر؟ يجوز التأخير، ولكن المبادرة أفضل. يقول السائل: سافرت من نجران ولم أستطع المرور بالميقات، فوصلت إلى جدة فمكثت فيها يومين وأحرمت باليوم الثالث ودخلت مكة محرما، فهل علي شيء؟ إذا كنت جئت بنية العمرة فعليك شيء، لأنك تجاوزت ميقاتك بدون إحرام. وأما إذا كنت جئت وأنت لا تدري تحرم أو لا تحرم بالعمرة فأحرمت من جدة فلا بأس عليك.
هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.